يعني اليوم هشام دخل في اليوم 65 على اضراب على الطعام. البارحة جرى نقله بشكل عاجل الى احد المستشفيات الاسرائيلية بسبب تردي على وضعه الصحي بعد وصوله عدة ساعات، وبلغنا ان هشام رفض التعاطي مع الاطباء داخل المستشفى كقرار اتخذه من بداية الاضراب، وعيدها في ساعات الصباح الباكر الى عيادات سيدي الرملي. طبعا اليوم كان هناك زيارة للاستاذ محمد جواد بورص. هشام ما زال على وضعه الصحي الصعب، لا يقدر على الكلام، يتم احضاره الى غرفة الزيارة عبر كرسي متحرك. هناك يعاني من الام شديدة في المفاصل ونوبات صعبة في الصدر وفي الخاصرة اليمنى واليسرى. طبعا هشام بقي على تمديده هذا 7 أيام. جهاز المخابرات الإسرائيلية ما زال مصمم على إصدار قرار بالتمديد لمدة 4 شهور إضافية ب27/10. هشام سيكون في هذا اليوم من الإضراب ل75 يوم. طبعا القرار الذي صدر امبارح في اليوم أول البارحة ضمن المحكمة العسكرية هو بعدم نقل أي سجين إلى أي مستشفى إلا بعد صدور تقرير طبي يفيد أن الشخص هذا المضرب قد يتوقف قلبه في أي لحظات. هذا نعتبره قرارات إعدام جديدة صادرة من النيابة العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنهم أوقفوا موضوع تجميد الاعتقال الإداري لكي لا يتم نقل هؤلاء الأسرى وحضور الإعلام لمشاهدة وضعهم المأساوي داخل المستشفيات الإسرائيلية. طبعا أنا بدعو الجامعة الفلسطيني للانضمام حول هؤلاء الأسرى المضربين على الطعام. ما حصل البارحة في مستشفى كبلان هو نتيجة تقاعس الأهالي أو السكان المدن من التعاطف مع الأسرى المضربين عن الطعام، كانت فرصة مسيئة للمتطرفين بالدخول إلى مستشفى كبان ومحاولة مهاجمة بغداد. اليوم هناك أيضا دعوات من اليمين إلى مهاجمة كايد الفسفوس داخل المستشفى الإسرائيلي.